مشاهدينا مشاهداتنا، ان شاء الله هاد الصبيحه تكون زينه معنا من 8 ل 10 بفقرات متنوعه. البدايه دائما مشاهدينا بمعرض للصحافه، نرصدوا لكم فيه معظم الجرائد الوطنيه الصادره لنهار هذا اليوم، وشنو المواضيع اللي ركزت عليها، وشنو المواضيع اللي ارتأت انها تخرجها للواجهه. البدايه دائما بشروق اليوم مشاهدينا، الشروق عنونت بعديد عديد العناوين وارتأت انها تفتح بها. البداية طبعا كانت بليلة المولد النبوي الشريف اللي عرفت فيه احياء العاصمة حرب، وكأنها حرب ما بين الاحياء. عنونة الشروق تتجول في مصالح الاستعجالات وتنقل حجم المأساة، عنونات جرحى معطوبون وحرائق في حرب المفرقعات، هكذا عنونت اليوم. في موضوع آخر وإلى الصفحة الثالثة من صفحة الحدث على الشروق اليومي اليوم، حديث لمقال للزميلة سميرة بالعمري عنونته الحكومة أمرت الولاة بتنفيذ الإجراء المفاجئ وإلزام مستغلي المستثمرات الفلاحية بدفع ضرائب 3 سنوات دفعة واحدة. كل الفلاحين والكل يهمهم الامر، ما عليهم الا يقراوا المقال الصادر لنهار هذا اليوم. الى موضوع اخر في شروق اليوم مشاهدينا اليوم، حيث ارتأت اليوم يعني ارتأت الخبر انها الشروق عفوا انها تنوع ما بين اخبارها. هذا الخبر ايضا هو يصنع اليوم الواجهة، مخطط بين وزارتي التضامن والداخلية لحماية اطفالهم ونسائهم. منيا مسلم سي عامر وزيرة التضامن تصرح صعوبات تعترض الجزائر في تجميع اللاجئين 1000 الأفارقة. من وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة مشاهدينا، إلى موضوع آخر يتزامن وليلة المولد النبوي الشريف، الحماية المدنية تسجل 2779 تدخل في ظرف 24 ساعة، المفرقعات تسببت في حرائق في البيوت والمحلات وحتى الأشجار. اليوم بملحقها الشروقي الساخر أو الشروق الساخر، اتبعوه اليوم في ملحق الشروق اليومي مشاهدينا. من الشروق إلى الخبر، الخبر أيضا اليوم ارتأت التركيز على عديد المواضيع. فلاؤون تاع الخبر كما راكم تتابعوا، تبذير مفضوح في الخارجية والتضامن، مجلس المحاسبة يكشف الخروقات. نعم، وعندما يتحول الاحتفال بمولد إلى حرائق وطوارئ في الاستعجالات. وارتأت أيضا الخبر أنها يعني تذهب إلى ما ذهبت إليه العديد، نال جائزة أفضل لاعب إفريقي لهيئة الإذاعة البريطانية. محرز طبعا هو 7 أحسن لاعب في العالم والسادس في إفريقيا. تفاصيل أكثر تتابعوها في الخبر لنهار هذا اليوم، بالإضافة إلى ملحق يهتم بالمرأة، ببشرة المرأة وبمودة بجمال بأناقة المرأة. من الخبر إلى الفجر، الفجر اليوم احتفالها بالمولد النبوي الشريف بان على لاون تاع الفجر. أغلب الحوادث تم تسجيلها في ولايتي العاصمة والمدية، احتراق 7 منازل وإصابة شخصين في احتفالات المولد النبوي الشريف. القبضة الحديدية بين محرز ورانييري تتواصل، كما ارتأت أيضا الافتتاح بتصريح للسفيرة الأمريكية، النخبة الجزائرية قدوة للعالم بعدم استسلامها سنوات العشرية السوداء. الفجر عنونت اليوم، بإمكانكم أيضا اليوم يعني عند اقتنائكم الاستمتاع أو قراءة الكرونيك، يعني قراءة العمود لمديرة الفجر حدة حزام تحت عنوان إنه زمن الخرافة والشعوذة. ما هو هذا الزمن؟ تابعوه اليوم في الفجر. من الفجر إلى البلاد، البلاد ركزت اليوم على غالبية كل الجرائد الوطنية على ليلة المولد النبوي الشريف وعلى الطوارئ اللي حدثت في المستشفيات، إلا أنها فضلت اليوم أنها تتحدث عن الاقتصاد باعتبار أن هناك استقرار كبير ويعرفوا سوق النفط. وعنوانات الأوبك تتوقع ارتفاع الأسعار بعد الالتزام بخفض الإنتاج، كما تتابعون فلاؤون تاع البلاد اليوم. سوق النفط يتعافى بعد اتفاق الجزائر. لما نفتحوا الجريدة لاحظوا أنه عديد المواضيع في الشق الوطني ارتأت الفجر أنها تفتح فيها، لكن كانت البداية بسوق النفط يتعافى بعد اتفاق الجزائر، والجزائر تعزز ثقلها الدبلوماسي بعد نجاحها في الكولسة الاقتصادية. نبقى دائما في الاقتصاد. وإلى موضوع آخر أيضا تتحدث فيه الفجر عن أسعار النفط في مستويات قياسية ب 58 دولار للبرميل. 58 دولار للبرميل هو سعر
البرميل في سوق النفط اليوم، ليس فقط في استقرار وإنما في ربما حد المعتدل. من نبقى دائما في البلاد إلى موضوع آخر، عجز في سلك شبه الطبي عبر المستشفيات بعد خروج أكثر من 10,000 ممرض إلى التقاعد، ونقابة شبه الطبي أيضا تدعو إلى تكثيف التكوين لتدارك هذا الخلل. عديد المواضيع اليوم في البلاد، والموضوع الأخير في البلاد ربما يتحدث عن توارثها سكان منطقة القبائل أبن عن جد لوزيعة لإحياء مناسبة المولد النبوي الشريف، وأيضا في الجزائر طوارئ بالمستشفيات مشاهدينا بعد الحرب المفرقعات التي وقعت في المولد النبوي الشريف، رغم أنه المولد هو بريء من كل ما حدث ويحدث كل سنة مع حلول المولد النبوي الشريف. من البلاد مشاهدينا نروح نشوف الوطن اللي أيضا ذهبت إلى ما ذهبت إليه البلاد، وافتتحت بسوق النفط وقالت أنه لو مارشي روبرون كونفيونس، بمعنى سوق النفط يعاود يسترجع الثقة ويعاود يسترجع التوازن بعد الاتفاق اللي كان في فيينا واللي قادته الجزائر. ليبرتي مشاهدينا اليوم كانت افتتاحتها سياسية بامتياز، وألقت الضوء على ما يحدث في لافافاس، وعنونت بطاطاش كلاك لابورت واستقال ويعني خرج من حزب الافافاس. تابعوا تفاصيل أكثر عن هذا المقال اليوم. إلى أخبار اليوم أيضا الصادرة باللغة العربية واللي راهي حاضرة معي اليوم، لأون تاع أخبار اليوم لم تختلف على كاع لأون الصادرة اليوم، طوارئ في الاستعجالات بسبب المفرقعات، إلا أنها ركزت على افتتاح المدينة الجديدة لسيدي عبد الله. هذه أسرار المدينة الجديدة، لمن يريد أن يعرف أسرار المدينة ما عليه في وقتنا أخبار اليوم. إلى جريدة العربي الجديد مشاهدينا، نخرج شوية من الجزائر نروح للعربي الجديد، افتتاحيتها كانت دولية عندما قالت تهجير حلب وألقت الضوء على ما يحدث في حلب، بالإضافة إلى مصر وما وقع فيها ليلة أمس خيوط جريمة الكنيسة بعد التفجير اللي عرفته الكنيسة في مصر. لوموند الفرنسية مشاهدين أيضا حاضرة معنا اليوم، لوموند أيضا ركزت على عديد المواضيع سياسية دولية، وأيضا ركزت على ما حدث في مصر أمس. كانت هذه جولة في العالم أو في الصحف الصادرة لنهار هذا اليوم، وفي أيضا الصحف الدولية منها العربي الجديد ولوموند، بالإضافة إلى جرائد أخرى بإمكانكم اقتنائها اليوم في الأكشاء مشاهدين. تحدث على تتويج رياض محرز باعتباره السادس أفضل لاعب في إفريقيا وسابع في العالم، وهو الأمر اللي ذهبت له جريدة الكرة، بإمكانكم اقتنائها اليوم. إذا مشاهدينا كان هذا معرض الصحافة لنهار هذا اليوم، بإمكاننا وسنناقش ما جاء في هذا المعرض بعد فاصل قصير، لكن لا بأس أن نذكر بأحوال الطقس ثم نعود. ابقوا معنا.